احتجاجا على دعم روسيا لنظام الأسد، خرج العشرات من بنات وأبناء الجالية السورية بمختلف مكوناتها أمام مبنى الكونغرس في مدينة هانوفر الألمانية، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القادم من موسكو لافتتاح معرض هانوفر الدولي. منظمة العفو الدولية وجمعية الدفاع عن الشعوب المهددة، بالإضافة إلى حزب الخضر الألماني وعدد من الجالية الروسية، انضموا أيضا إلى التجمع الاحتجاجي مطالبين بقطع العلاقات بين ألمانيا وروسيا، معتبرين بوتين دكتاتورا ينتهك حقوق الإنسان في بلاده. أيضا النشطاء السوريون تحدثوا لأورينت نيوز حول هذا الاحتجاج. بوتين ما راح يشوفنا بشكل مباشر او يسمعنا، لكن في عنده مستشارين كثيرين اللي راح ينقلوا له حركه الاحتجاج الواسعه اللي موجوده هون واللي متالفه من منظمه العفو الدوليه واحتجاجها على انتهاك حقوق الانسان في روسيا، بالاضافه الى التجمع السوريين في هانوفر والجاليه السوريه واللي تحتج على سياسه بوتين وتدخل السافر في الشان السوري والمشاركه في ذبح الشعب يوميا. هذا طبعا هو مجرد او الهدف من هذا التجمع اليوم هو ايصال رساله الى القياده الروسيه بان سياستكم هي سياسه مرفوضه. جايين نحن كمجتمع سوري من كل اطيافه، الاكراد مع العرب مع المسيحيه، حتى نورجي للمجتمع الاوروبي وخاصه الالماني انه نحن ضد بوتين وضد تدخله ومساعدته للسلطه السوريه. الجماهير الغفيرة التي قدمت من مدن عديدة للتنديد بجرائم الأسد المدعوم بآلة القتل الروسية عبرت عن موقفها عبر أورينت نيوز. بوتين دكتاتور وهو ينتهك حقوق الإنسان في روسيا أيضا، وعلى ألمانيا قطع علاقاتها الاقتصادية مع نظام بوتين فورا. حقيقة المظاهرة اليوم جينا لهون نستنكر وندين زيارة المافيوي الأول بوتين. دعم بوتين للنظام السوري هو بحد ذاته هو مشاركته بقتل الأطفال والشعب السوري. المجرم الروسي يدعم المجرم السوري بشار الأسد. يعني هدفنا نظهر للعالم أنه هذا شخص قاتل وماله رئيس جمهوري، رئيس عصابة يعني حاليا. فهي هدفنا توصيل رسالة للشعب الروسي وللحكومة الروسية أنه رئيسكم هو رئيس عصابة. نحن ضد تسليح النظام الأسدي في سوريا، نظام القتلة والمجرمين. تبقى روسيا بنظر السوريين شريكة في قتل إخوتهم في الداخل، فهي لا تختلف عن نظام قمعي مستبد مثل نظام الأسد. يستمر السوريون في ألمانيا بالتظاهر والاحتجاج ليس فقط ضد نظام بشار الأسد، بل ضد حلفائه وشركائه في قتل الشعب السوري أيضا، فالأنظمة الاستبدادية زائلة وإرادة الشعوب هي المنتصرة في النهاية. مكسيم العيسى، أورينت نيوز، هانوفر.